الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن آيات أفرتا إيسغال سورة السبع إلى آيات كوية طبنا سورة فاضل إن شاء الله تعالى درس يورا وحاود ما يسقل وحاتنا إن ربي ربك يغذف وحوكنا بالحق على الباطل baadil ku kudul baadidi ba burburi allamul quyub way allahas qul waxaad ku tiraa dadka u sheegtaa jaa al haqu haqi waajibi wama yubdil baadilo baadilki mar haduu baabay dib u bilaaban maay wa yuciidu mana soo noqonay marka fiicilku sidii mu'addo oo kale uu yahay laakiin waxa weeye sida fiicil laazim ah oo kale yaa loo dhig wama yuciidu dib u soo noqon maay baadilki qul yaa waxa ilaahay shaydaanku baadilkii ma soo celinayo dibna u soo celin maayo bay sidana ku deynayna fiicil laazim aan ka dhageyna qul waxa tiraahda jaa al haqu haqi ba yimid wama yubdiul baatilu baadilkii ma bilaaban doono hada kadib wama yuciidu mana soo noqon doono qul waxa ku tiraahdu sheegtaa in dalalto hadaan anu lumo fa inama adullu waxaan u lumay un cala nafsi naftaydu baan u lumay waxa weeye cid kale wax kuma yeelayo weynista deeyto hadaan hanuunana فبما شيء سببتي ويجي يوحي إلي ربي ربك إي وحيودي إنه ربك سميع كما قلت قريبنا الله وحوليه مرهدي حقي يمين بعد ما شهو كبحي حقي بعد الموضة جوكران يقول الله محمد مكي ما كلا فرصي صدح بقول يقول لي زائد سنة مصاو تيرسن ينتو أشه ساو تخيذون يقول لي قل جاء الحق وزهق البادل إن البادل كان الزهوق كاسو سنة مولي بهوري كان سلاد أقفق سنة مولي بهوري كدادني marka mar hadii xaq yimaado baadilku meesha uu ka baxayaa dhinaca kale waxay ku yiraahdeen waliyo diinti aabayowga yaad ka tagto waad lunsantahay bay yiraahdeen wuxuu hadaan lunsanahay anu baa wax siyeeli dan hanuunana waa waxyigi li waxyoodiba inaan hanuuna aha marka waa dacwada kamid tahay qofku wuxuu kugu yiraahdaa inaad uga jawaabto jawaab saalan dacwada kamid tahay qul waxa tiraaja al haqu haqi ba yimid wama yubdiul baadilu baadilku ma bilaabanayo وما يعيد من الصور نقني قلوا حاطرا إن ضللت أنك هدان لما فإنما أدل وحان أقول ما يكلي على نفسي نفتي ذا ونفتي ذا بوحيالا يعيدك الوحميالا وإن اهتديت هدان هنوننا فبما شيء سببتي وي يوحي إلي ربي ربك إي وحيوني إنه ربك السميع كمغلوي وحوال بقريب نردو إلهي مركات بريضه وكوله يحي صحابة با كله واغده الله بريك كله واغده اربعوا على أنفسكم بول النبي إن الذين تدعون ليس بغائب ولا أسمبود كادوا يريسان من أمغنا من الدقال إيه نفسي نود يحوصوا هذا لبو النبي بيت الله حلي ولو ترى حداد أركي لحي إذ وقت فزعوا أي أرققحين فلا فوتا فكش مجر تأميلوا فكذان وخذوا حان الله سوقب غبا من مكان مكان قريب نولو يعني ميلوا بيتوغانوا مبحثا كرانوين وقالوا حين مركا يضع قيامها لجوه آمنا وارمين به بالقرآن الله حليه وأن اللهم التناوش وأن اللهم سداب أغسنا التناوش اللاعب أي إيمانك اللاعان من مكان مكان بعيد وفوق أدو يدي بالقيم إيمانك اللي اسكا أقبليه الله حليه ما لنت قيامها لتقو مركا مفسدين تو أي أرقى قحان وحسابتي يدن بقود ما شاء الله صعده مركا معرر كران فلا فوت الله tagid uma sumna ma tagi karaan meel uma tagi karaan meel dhubaana laga soo qabqaban meel dhubaa laga soo qabqan macneedu waxa weeye meel fog ay tageen ma jirtee bartaas ay taagan yihiin waxayna yidhiin marka iyada ah quraanka iyo xaqi waanu rumaynay balla waxa la leeyahay xaqay ka laaci karaan miy gaari karaan macnaheedu waa laacida sumadqaan ma meel fog bay ka laaci karaan ma duunki bay u dooni karaan suragal ma waa meel fog anna allahum tanaawushu min makan bayn walaw tara hadaan arki lahayd إذ وقت فزعوا أي أرققحين وقيامة لتشوغه ووحوال بالله صوبان لغين فلا فوت تجد إي عرر وما سبنا ووكذوا حالك سوق بقبان من مكان ما القريب نولو برطاهم بيتاقين ولك سوق بقبان وقالوا حي لهذين مركا مركا لتشوغه آمنا وحرمين به بالحق وحرمين الله حليه وأنا سذابوا اللهم أغسنا التناوش اللاعتان أي إيمانك اللعان أي ساء اللعان من مكان بعيد وأن سداب اللهم بقصونا التناوش اللاعب أي إيمانك جاران من مكان مكان بعيد وفوق الدنيا دي وقد كفروا
ويقالوا به بالحق بك قالوا من قبل هر ويقذفون وحيكتوا ريان ملا أول بالغيب وحمقانوا إن أغين من مكان المال بكتور بعيدين وفق وحين إيقوا أغين يملا أول ماله بيتوا ريان وحيليهن لهو الله محمد وصاحب وشاعر وكذا قيامة مجره إستطبعنا مجره وحين وحباب أول هين يملاه إسكاغان ماله بقى وحال لقاني وكال لقاني ويكتوا قان ماله مال غائب هين أغين وقد كفرود وحي آيات هوري كير حدن تاي وأن سداب وسنا ذل لهم أتنا وش اللاعيد من مكان مكان أي كل عاني منك بعيد وفق والحال قد كفروا أي قالوا بين به بالحق أي كقالوا بين من قبلهر بركي أدون كتوجن أي كقالوا بين ويقذفونا وحي كوجنا يان مل أول كبال الغيب وحما قم بي كوجنا يان وحي وحين وحنا كوجين بإسكشيء من مكان مال بي كجنا بعيد وفق ويجو أدون كتوجن آخرة يكسيها لما بتشيلسي كليه إن قال إنه صعب عندك مر يا ما مر كلا تجو حاسة توجي قفلوا بسيط ديار جروه الله هرشي سفر حد سألو إيش تاكتو هذا سيد ديار جروه مسكت كان إنه فدينا كاملة ديار جروهي وحيله ولا كلا دح جلي بينهم دح ضاضة يو بين ما يشهون وحيد علاية ودم بدافيو جنة كما فعل سيد لقف علي بأشياعهم كون يقال النوع من قبل هرب لقف عليهم وحيد علاية إيمان كي بين مركان دم قرتين مركان مركان دم إني إيمان يشان أو أي حق قرتان أو جنة أي تكام بيت علان الحياة ومديه هرب سيد لقوق قالي سيدا بيجن الله قال والكلا دح قالي مال أي أول نقطة أنا دم ما تشيله ويكي ما دين ماشي إيمان كتير وحيله والكلا دح قالي بينهم دح ضاضة يو بين ما شيء دح ليشتهون أي جعلان وإن جنة قالان كما فعل سيد الجسمي بأشياعهم كو يجعل نوعها من قبل هر لجسمي كون يكوا سب إنهم يو كانوا حي أهين في شك شك بكتير مريب وحقل شك حقل بع مريب ليرة ثابة وشك لفتي ما كان مريب وحلق عبد الشك حقل وين إنهم يو كوا العقابي كانوا حي في شك شك مريب وحقل حق ويكشف سناي سورة الفاتح وسورة صدني الشناد ترتيب القرآن ككريم كأه آياته ذن وأفرتن يشن سورة من السور المكية بيكمتها سورة ذا مكاد يكمتها وأنا سورة ذا حمد قال رب اللابيع لإن ليه الله مرك نفسي سكون حمدي إن جن وحي نكو أمرنا هاي إن كون حمدنا ما عفادي له اللي بحينا والله فذا عجيب كي كي الله معنيه سحيل داري الحمد أماني الشرف لله الله أسمنا لحمد قاسي الله فاضل السماوات سمد السمائي وأبوري يو الأرض الدلك جاعل الملائكة ملائكة كردقي رسولا رسول كردقي وأنبياء أدرى ملائكة أمورة وألّا شبه ملائكة سؤولي أجنحة قرباء صاحبة قرباها صمصنا اللبا اللبا وثلاثة صدح صدحة والرباع أفر أفر يزيد ألّه زيادة في الخلق أبور كما يشاء حدون سدا هو أبور ملائكة abuuro dhanba wuxuu doon ku ziyadiyaa ruuxi uu abuuray ee xoog buu ziyadinno qurux buu ziyadinno arag buu ziyad wax kasto alla abuuray haduu doono wuxuu doon ku ziyadin fa inna allaha alle ala kulli shay shay la arka kulli qadiru ka karow allah subhanahu wa ta'ala amman buliyay akhariya adunba wa fatir as-samawat wal ard abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ya yiri fatir as-samawat wal ard ban garan way buu fatir ka waxa layda labannin oo arab ah oo reer miyi ah ila luqada reer miyiga laga baran jiray yaa ii timid buu ceel isku haysta mid baa yuu buu ana fadartaha ana bilaabay oo qotay markaas aan gartay buu macnihi marka allah subhanahu wa ta'ala malaa'ikta rasul buu ka yeelayo mikaail iyo israfil iyo azraail iyo rusul shay kamid yihiin oo waxyigay anbiyaada u keenaya meeshii allah u diray u kacayaan awaamirta allah leeyahay bay fulinaya hadana garba loo yeelay malaa'ikta qaar baa laba garab leh oo ku duulay kuna fariista kuna duula qaar waxay leeyihiin saddex garab qaar afar bay leeyihiin qaar waxay leeyihiin wax ka sii badan wuxuu doonaa Allah u siiyay malaa'iku Jibriil markuu nabigu arkay daatadiisi uu arkay 600 oo garab buu lahaa 600 oo garab walba inta u dhaxeysa ay in fara badan tahay iyo lahaa marka macnaheedu waxa laga wadaa malaa'iktu way duulaan korna way u kacaan hoosna way u soo dagaan
baada shoodina waa intii Alla ugu talagalay kullaba le ku saddexle ku afarle ku tobanle intii Alla ugu talagalay way waa rususha markoo waxa rusul loogu bixiyay meeshii Alla u diray u kacaya waxyigay anbiyaada u keenay een madarkii bay keenayaan oo soo hagaajinayaan duwaya umuraha Alla leeyahay oo dhanbay maamulaya kuwa inay la joogay ee maalinta habeenkiina inay la jooga casharkii inaga carraaba arootii kuwa inaga tago waa rusul way kulli waxa soo dhana waa rusul marka weyno ducaynay qaar inoo ducayn baa jira rususha alhamdu amaan lillahi allahu subhanahu alayhi fadiri samawati samada sameeyay bilaabay iyo wal ardi ardada ja'ilil malaa'ikati malaa'ikta ka yeelay rusulan rusul u meel walba u diro rususha soo uli ajnahatin garba u saahiba baadad weeye garo oo masna laba laba ah wasulaasa saddex saddex ah warubaa afar afar yazeedu allahu kurdiya wu ziyadiya fil khalqi abur kama isa wuxu doon oo malaa'ikta lafteeda boqolal garab uu yeelaya subhanahu wa ta'ala inna allaha alla ala kulli shay shay laarka kulli qadiru kay karaway ma yaftahillahu allah wuxuu u furo linaasi dadka oo uu siiyo oo min rahmatin rahmada fala mumsika wax qaban kara ma jira laha rahmada wama yumsiku wuxuu allah qabto celiyana fala mursila wax siideen karo diri kara ma jira lahu sheega من بعده من بعد إمساكه أنتم الله قبت كذب وهو الله العزيز كغالب كأوي الحكيم وفلسا الله سبحانه وتعالى رحمة أوصيه أمديسة رحمة أسوحة كميدة فزقها كميدة مدركها كميدة عافماتها كميدة دين في هداية كميدة عدوا الله رحمة سيه وضدك الرحمة مركو أفره عدك أعلن كرتها ما تشفته مركو الله رحمة أوديدنا عدسين كرتها ما تشفته مركا عدك لأ rahmadaha way diisan rahmadda deynagu waynu isku dhaqanaho dhaxdeena way dhax waynu ku jiraa laakiin wax cibaado ku saabsan cid kala haseen oo rahmadaha kaga doon ma yaftahillahu allah wuxuu u furo linaasi dadka u soo daayo oo min rahmatin rahmada fala mumsika wax qaban kara ma jira laha rahmada wama yumsik allah wuxuu qabto oo una soo deynin fala mursila wax siideen kara ma jira lahu sheega min baadi imsaaki انتو الله قبت كذب وهو الله العزيز كقالب وي الحكيم وفرسا يا ايها الناس ذاتك يوم اذكروا حصوصا او كو عمل فلا نعمة الله ألا النعمة ديس عليكم دشي نعو إذين نعمين هل من خالق خالق متشرا خالق اسو غير الله ألا غير كيا ويرزقكم إذين أرزاق من السماء سماد إذين كأرزاق والأرض أرض إذين كأرزاق على متشرا ilaa nimadu inay sii way tira badan tahay dhulkiiba inagu beerayo hawadiisa inuu la qabsanayno madarkiiba liino keen dhulkiiba nabaad iyo raashin la soo bixin xawayaanka oo dhanba inagu xukuna ilaahay rasuul buu inoo soo diray marka nimada ha lagu shukriyaa lalay waa ilaawina marka waxa su'aal laga waxa la su'aalay waxaan allah ahayn oo khaliqa oo samadii ardada idinka arisaa qorto ma jira jawaabtu waa maay cid waliba way garanaysa kuwa gaalada laftooda خالق نمذا يرزق نمذا إيو إنه واحد دلو وإحنا لا يعلو ويأجيه وحلينا صفة فعل بالينا صفة فعل قالوا ويش ما يسين لكن واحد يدين صفة الذات الألوهية بيديدين ما كخلق قدر ويشكر عسينه المدة يا أيها الناس ضد كيو اذكروا حصوصتا وقلبك كوها أيها إلوين وكل شكرية نعمة الله ألا النعمة ديس عليكم دفين وذين نعمي هل من خالق خالق مجرى وحابوري وغير الله ألا غيرك يا كاسو يرزقكم إذن كأرزاقة من السماء السماء ومدرك يهود إذن ككينا والأرض أرض إذن كأرزاق ونباتك إذن كصبحية لا إله إلا حق لقو عابدا مجرى إلا هو إستقبوني لا إله إلا هو لا إله إلا محمد رسول الله إفانا توفكونا سذي لإذن لحي وحق لإذن كاللحي والله أن الله إن مجرى حق محاد الله حتى وين شيطان بايدن تفسدين فانا تفكون سيدان لذين لحيه الله لي سبحانه وتعالى وين يكذبوك نبي الله محمد وهديك بينيا فقد كذبت والا بينيا رسول رسول من قبلك اديك كاور جيسي وإلى الله ألا حق يسون بان ترجع الأمور أمور تود اللوع لن محكمة ألا لا تقل نبي الله محمد با قلبك اللو وناتينا يا يوحالي لهديك وانك بينيا رسول شساون بان لو بيني شري والله لقبة هدالي هعجيسين دعوذا ظهر الكون وحن واوح لقول القبيع الله أنا محكمة اللي تجدونها وكون هذا كديدا إياه ذوق محكمة الله اللي تجدونها
kuwa horana sidaas oo kale maxkamada aan baa la tagin meel kale taba soomar si kale sabab u noolo maxkamadu baa ku tooran way doortay way yu kadibu ka day ku beeniyaa kuwan kula jooga mushrikeenti faqad kudibad waa la beeniyay rasuulun rasuulun min qabl ka adiga ka horaysay way ilaahay alla xaqiisana turji culumuru loo celino ugu dambeyn alla u baa maxkamada keenay ya yuhanas dadkiyo inna wa'dallahi alla balan qaatiisu haqqul haqwayn fala taghurrannakum yayni idku kadinin alhayatu dunya noloshaan gaaban yayni idku kadinino inay sida unahan hamoodina wala yaghurrannakum yayni idku kadinin billahi ilahi rahmadi sadartat algharuru shaydaanki kadiyaa dadki waxa lay ilahi balan tu qaaday oo inay qiyaamadu iman oo saacadu dhacayso oo lidi soo bixin doono oo dhimanaysa wa haqwayn sida uu ogaad marka adduunyadan ha isku halaynino adduunyadan aad nicmaysantiin oo socotaan inay sidana xaaladu ahaan marba ha isku halaynin mid kale ilaahay dul qaadadkiisa uu ciqaabti idin ka dibdhigay yuna sheeydaan halka idin soo hosgalay oo markuu ruuxu dambiile yahay ciqaabtuna ay soo degday wayda sheeydaanku uu ka faa'iideysan wuxuu dhihi hadaan qumanay oo wax fiican ahayn de waa lagu ciqaabi lahaa buu dhihi ilaahay dul qaadadkiisa iyo sheeydaanku ka faa'iideysanay iska ilaaliya oo markaad barwaaqaysantood nicmaysantood wanaagsantahay hadii ilaahay uu ku jecel yahay wixii alla kugu jeclaan lahaa la imo quraanka isku saxway yaa yuhannas dadkiyo inna wa'dallah alla balan qaadkiisu xaq weey muxuu alla balan qaaday qiyaama iyo bacsi iyo soo celin iyo rizq iyo wax walba fala taqurrannakum yayni idku kadinin alhayatu dunya noloshaan dhow ee gaaban oo sida inay ahaan hamoodin baa lagu leeyahay wala yaqurrannakum yuna idku kadinin billahi ilaahi xilmigiisa darti الغرور شيطان او شيطان ينهلك ايدك سوسكله او اذا دينا ديدان قمنين والدين عقابلها ان الشيطان الشيطان كلكم ايدك وحو يها عدو عدو افتقدوه كياش ايدكنا عدو عدو كياش انما يدعو او باقي حزبه حزب عيسى يوباق بادل بو شيغي ليكونوا اني اهادان درتين من اصحاب السعير سعيره النار تغبا اصحابته اني اهادان شيطان كعلب اني يها الله هرتي يكو دارتي لغوينهم أجمعين دريديس نبي آدم درتي لا إيه لعنة ذي دريديس أن نلومن مركا الله وحو حديث القدس وحوها سيدنا وحو إذا أنت تروح لكتب سواء نلومن حديث القدس باب مركا وحوها أنت يجي استغفار ذا البيان بل من كرتيد وأقدم الناس مركا استغفار تا سيدنا كعار ينكوس سوسوس مركا على ليه سيدنا كوايدين عدوه وقال له ارتي سكرنا تلا أختني كنا درية وإلا قليلا بعيدا كل وضع قبل بود يعدون نمدي سؤجادة ذي ويدون كنا لد علوبة وإسكا إلالية ولود ووحد تبدر الشيطان كيو شيطان مرولها تبر بدنه شيطان قرصانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خليه كفلني شيطان مرولها ككل أفك كل متك هذا الشيطان كاسا درت والقعد يحوج بهالنا إسكا جعلش إن الشيطان الشيطان كو لكم إذنك وحويها عدو عدو يفتخذوه كدكت عدوا عدو كدكت إذن كنوا عدو أبادا سيدان كم حادث كجعل المركة اللهم بعد عبد بس هذا الكيسي وسواس كيسو بادا يلي إنما يدعو الدواقة حزبه حزب جيسا محوق الدواقة ليكونوا إني أهادان من أصحاب السعير السعير أصحاب تيل الذين كوا كفروا قالوا بي اللهم حاوصونا لعذاب عذاب شديد أدرا والذين كوا آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلأصالحات عمل وناكسن لهم وحاوسون هذه مغفرة دم بالله فيه وأجل أجل كبير نوي أجل وين جنة وين مركا لماذا حزبية إسا أكتال مدون كبير بالغولي لماذا حزب الشيطان إيا حزب مؤمنين مدون كبير بالغولي إسكا إلا هذا قلوا لي بعقاب تاسي مدن قلوا ذكال روحي مدن خيرات كاسي مدن ساسي كوكا لدوينهم مدون كبير مركا الذين كوا كفروا قالوا بي اللهم حوا هذا عذاب عذاب شديد ودرا والذين كوا آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلأصالحات عمل وناسا وبدعي يا شرك من سوقل اللهم حوصنا هذه مغفرة دم بالله فيه وأجر أجر كبير نوين أفمن أحد زينا اللو قرحي له إساق سوء عمله عمل كي صح وفي الرئاه عمل كوارك حسن لن وناسا يهي كما الله يكون كذلك مركا وحكاد لك أنت جوابته ويقوانتها فلا تذب نفسك عليهم حسرات وين فوح سداس وكلاء وحبها أمور قونين oo naftada hawl bahari ba nabiga lagu leeyahay jawaabtu meesha adan ba ku tusaaleyno way ku antahay way ahad loo qulhiyo amalkiisa xuma oo amal wanaagsan buu haystaa amalkiisa xuma buu amal wanaagsan u haystaa fala tadab nafsuka aleem hasarad haw murgoon saasalalay
kama la yakuunu kadalika way noqon kartaa jawaabtu way go'an tahay marka suu amalihi waxa kowka bidcada ka bidcada ugu daran hada gaalad inay gaalayhiin way soo gihiino dawlad isla quman yihiin laakiin dadka bidcada islaamka sheeganay amalka bidcada ay ku jira way isla quman yihiin kaasay rabaan inay ku duufsadaan dad fara badan oo soo raaco yey rabaan bidcada kowka ninka amalkiisu la qurux badan yahay afaman hajjina loo qurxiyo oo shaydaanu qurxiyo lahu isaga suu amali amalkiisi xuma oo faraahu amalkii uu arkay xasan inuu waagsan yahay kaba la yakuunu kadalika qofaan sida ahayn mala midba fa inna allaha alla yudullu wa halaya oo shaydaan buu ku dira ma yeeshaa qofku doono wiyadi wuu aanu niyaa ma yeeshaa qofku doono e falaa tadhab yeyna tagi nafsu ka naftaado yeyna ka bixin alayhim li ajlihim iyaga dartood xasaraati qoomama darteed naftaadu yeyna kaaga bixin baa leeyahay naftaada ha halaagin in badan baa nabiga lagu yeeyay naftaada ha halaagin marka waxa weeye aayadu macnaheedu Allah subhanahu wa ta'ala qofku doono lumiyaayo shaydaan buu ku dira qofku doonana wuu hanuuniyaayo xaq uu waafajiya marka naftaada waxba haysalaagin oo kuwa ha u qoomamoon kuwa su dhinac bay u bateen faraayiska qaad hada waa markii makka la joogay ogow fa inna allaha alla yudullu wa halla yama yasha qofku doono wiyadi wuu hanuuniyaa ma yasha qofku doono فلا تذهب ينتجن نفسك النفطاد حسرات قوم مدرسه عليهم ادو قوم مونيسو يا غالمودو ادو قوم مونيسو ان الله الله سبحانه وتعالى عليم كوغوي بما يصنعون وحي سمينيا marka waxba haa wal baarin ilaahi ba sanacadanay sanaynayaan ka abaal marin doone adigu haa dacwadaada iska wada wax wal baarin ku qaban wallahu alim bima yasnaun wallahu alim alladhi kawaya arsalat riyah dabaysha diray oo dabaysha abuuray فتصير الدويش وحيك عن صحابا ضرور بيك عن الله وعود فسقنا هو أنه قامن دويشي هي ضروره وعسوة إلى بلد مقاله ميدين وقمتي وأبارة فحينا وأن كنا لنبيه بيه الأرض للك بعد موتها انت لما تكذب كذلك سيدا للك اللون لي يؤن شهور صابحين تقيامه ناحد مسألة في عمبا لنصهر للك أبارة ودهدت شوكت يارب كودي مركز صون ولا dadku waa sidoo kale markii Ilaahay bacsiga uu xukumo madaba cilka kasoo daay jasadkiibuu jasadkii baan dhalanaya sida nabaadka oo kale u soo dhalan markaas uu qof waliba qabuurtiisa kasoo bixiyo sida ruuxdiisa inta la isu keen waa babsala dibiir maxamed laga beenin dhulkan abaarta inuu aragno yaa tusaalalay nooga dhigay sida dhulkan uu Alla u noolay yaa idinkana liidin noolayn doono madaba idin heli doona madarka waxaa lagu tilmaama waxaa la yiri manida yaa saddex loo qaybiyaayo midii waa waxa ilmaha laga abuuro hada waa iska sheeka xadiis ma aha taas minna waxa weeye ee qofka dumada ay jirkeeda gali minna samada lagayn waa dibicda mid imanaysay intay ajbuzanab ku dhac dabadeed iftay ciid u cunayne walka ka soo biqli ruuxi ruuxdiisina waa loo keen wallahu alle alladhi allahu wa arsala riyah dabaysha diray fatusiru way kici saxaaban daruur bay kicin dabayshi waa daruur kicin fasuqnahu wa nu kahayn dabayshi iya daruurti oo wada socda ila baladin magaalo mayitin oo dhintay oo abaar faaxayna bihi waanu ku nooleyn al ardh dhulki baad mauta intay dhimatay kadin kadalika sidaas yu annu shuru isa soo bixintuna ahad waa sidaa wey meeshan qolada balaaqadu waxa yiraahdeen gaayib baa laga tagay ee waxa loo kacay takalum baa loo kacay waxa wey iltifaad wax la yiraahdeen balaaqadu yiraahdeen waxba hadda inta uma baahnin oo markii hore waxa la yiraahdeen arsala riyaha fatusiru sahaba marka suu fasuqnaahu allay waan kaaynaynaa allah wuxuu leeyahay man kaana qofkii ah yuriidu ki dooni al izzata sharaf iyo wanaag falillahi allay usunaata al izzatu sharaftu jami'an dhamaan ilayhi allah xaqiisu yas'adu yuukuri al kalimu tayyibu kalimaadka wanaagsan xaq allay u kacaya wal amalu amalka asalihu wanaagsanihina yarfa'uhu kalimaadka tayyibada yukaru qaadi amalka saaliha qaadi kalimaadka tayyibada waxaad ka soo qaadaa tasbiixdi iyo tamjiidi iyo tawxiidki ka soo qaad hadayna amal saaliix ahaysan xagga sara aadi maayaan la aqbali maayaba tawxiidki waxan oo dhan hadaad ku dhawaaqdo oo amal saaliix la waayo hawada uga kacaya amalka saaliixa xaggan geyno meeshii Alla ugu tala galay iyo amalka saaliixi geynaya kelimada tayibka waladina kuwa yamkuruna khiyana sameeyay asayaat xumaan abaabulo iyo xumaan sameeyay oo muuminiinta xumaan ugu tala galay oo sayaadki dambiga ahaa sameeyay لهم حاوسوا على عذاب العذاب شديد نظرا ومكر أولئك كوا خيانة ذي حمان تاضنا هو مكر باس يبور وهلاك سمي وحبطر ماي الله سبحانه وتعالى وحولي قفك شرف ربو
عيد كلا شرفها كرهتنا الله شرفت الله يسكلا لا شرف دونيسو الله حق يسودونا وما حد الله وقدونا تي الله بري يكحدنا وعاب مركا شرف وادي ليس وهذا الكيسانين iska faqiiro alla caabuda oo sharaftiisa iyo siduu u nool yahay adarkays wadarkaysa mid faasiqa oo aasiya oo intu xoolo badan hayso hadana labada abuurku ka daayo suu yeelo dhididku ka daalayo si noloshiisa baan garanayn yaa adarkaysa hadaan ciisi doona xagga looga hadaan ciisi doona xagga looga marka mid kale kalibaadka dayibaadka la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah subhanallah walhamdulillah xaq kuray aadaya yaan kor u qaadiyo gaadiidu ah amalka saaliha qaadi hadaan amal saalix tii kelimadka laga aqbali maay marka faa'ilka yarfacuhu yarfacu wa amalka saaliha faa'ilkiisu huduna waa kelimada dayibka sida uu kala garo labada damisa ku qalhaade allah wuxuu leeyahay man kaano qofkii ay yuriidu ki dooni al izzata sharaf falillahi allahu sunnada al izzatu sharaftu jami'a damani isaga u doono ilahi xaqiisa yasadu u ufuule u kori الكلمة كلمةك الطيبة ونكسنا حق كريئة دي والعمل عملك الصالح ونكسنا يرفعه كلماتك الطيباتك يكرقين عملك صالح كرقين وأقبلك هذا كحريات والذين كوا يمكرون سميي السيئات حمانة سميي مكره ووحلة الدبري وحوق الله صاريوه كوا حمانة سميي حمانة مؤمنين تي سميي أما إياك اللفت هذا معصي هذا اللفت هذا حمانة لو محاوسوا لذي عذاب عذاب شديد أو أدق ومكر أولئك كوا خيانة ضد أي سمين يعني هو مكر قاسي يبور كيب بابي ويوه الأكسم والله ألي خلقكم محيد كأبور من تراب عرر وآباء آدم بعرر لك أبور ثم من نطفة عنروف بيد كأبور وآباء آدم تران كيسي عنروف بالك أبور ثم جعلكم محيد كيالي أزواجا لمانو إذن كيالي لبي يددك oo intay isguursadaan wada noolaanayo isku raax ku raaxaysanay nolosha macaan ku raaxaysanay wama tahmilu ma uu qaado min usa gabad dadig wax dadig wala taduc man dhashito ma umusho ila bi ilmi alla ilmigi samoyaan allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay aba aadam waxa laga abuuray carro idinkana candhuuf baa la idinka abuuray wuxuuna idinka yeelay isku lamaane idin jiisi dad isku jiinsi ah oo labi iyo dhadigo wada noolaan kara si taranku u bato adduunyadu ay u joogto hadii labi iyo dhadig ayna jiri lahayn dadku ma tarmeen dadka aru iska baabii lahayn allah baa sidaa u galay marka labadii ay wada dhaqmaan gabadh waliba waxay uureysato iyo waxay dhalayso mid walba allah baa ogow waxa way meesha aad aragtay ee ciriirigu ka soo baxay caloosha ku jira intaas oo bilood bucloosha ku jiri neef qabatoobin maayo oo sankaraad qaban maayo oo dhacankiisa halkaas digi la dhihi jiray xaylka la dhihi jiray ya xudunta ugu rakiban kaasa nafaqo oo markaasuu ilaahay aayo soo bixin waxa way si dhib yar buu soo bixin markuu soo baxo sabo indhaha sidaale marka bal ilaahay meesha ku soo mariyay dhawr allah wuu ogeeyay subhanahu wa ta'ala wallahu allah khalaqakum wa idinka abuuray min turabin carro oo aba carro laga abuuray summa min nutfatin anduuf idinka abuuray ثم جعلكم وحيدا كيالا ازواجا لمان عيال بيدن كيالا لبي يددق او ودا دغمه وما تحمل ما اوريسته من انسان غبدي ما اوريسته ولا تضع من امشه الا امشه ام اوريسته بعلمه الى علم سوي الهي با اوغو دقالينيا وما يعمر لما عمر ديريو من معمر كل عمر ديريي ولا ينقص لما نقصاميه من عمره qofka cimrigiisa lagama nuqsaamiyo ila fi kitaabku ku qoray qofka soo cimri dheer iyo qofka soo cimri gaaban mid walba allah subhanahu wa ta'ala ilmigiisa isagoo og yu hadana qoray oo malaa'ibtu meeshaas ay ka soo daalacano qofkan cimrigiisa uu yahay markuu 4 bilood iyo 10 habeen uurka ku jiray yaa wixii oo dhan la qoray cimrigiisa iyo rizqigiisa iyo intuu noolaan lahayd allah baa wada habeeyay wama yu'ammaru laba cimri dheereeyo min mu'ammari kull umri dheereeyay wala yunqasu lama nuqsaamiyo min umrihi qofka umrigiisa illa u jirase oo la nuqsaamiyo ama la dheereeyo fi kitaabku ku qoray in dalika arintaasina alaallahi aladishii siiro fududahay inuu allah subhanahu wa ta'ala waxa soo dhan wada qoray diwaan galiyay waa dhib yartaa allah subhanahu wa ta'ala qudradiisa markay inaga sida la ino leeyahay waqtiba ku qaadan maysa de allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala